لشمانيا؟ ايه ايه عند الاصابات لشمانيا؟ اطفال؟ نحن اهالي حمص المهجرين في منطقة كفرناها في مزارع الاندومي تنتشر لدينا حالة اللشمانيا بشكل كبير جدا. انا مدير مدرسة سعيد بن عامر، يوجد لدينا في المدرسة اكثر من 40 حالة لشمانيا، تقريبا على الطلاب 150 طالب. احنا جينا بالشهر الثامن 2017 على منطقة اسمها هون الاندومي بخان العسل بريف حلب الغربي. طبعا جينا لهون، المنطقة غير مخدمة نهائيا، ومنطقة هي تعتبر منطقة خط جبهة، منطقة صراع. جينا سكننا بهذه المنطقة، عم نول صار إصابات بمرض لشمانيا بحدود ال 200 عام 200 إصابة تقريبا. فجاءنا نحن ما بنعرف موضوع المنطقة لأنها غير مخدمة نهائيا وما فيها رش ولا صار فيها رش، فتعذبنا كثير بموضوع اللشمانيا وتقديم هاي الناس وتقديم اللقاح مثل ما بقولوا او الابر لون. فرجيني حلال. حب الحلال. تبي حمص عمو؟ ايه يا ابني. اه خلاص مثل بعضها هاي ال وين كمان طالع؟ بجري كمان. بزيك فيه؟ بس في ذاك الأرض صغير. تعال يا حسن. تركي بجري ركض. هذا أكثر. أنت شو؟ هون. شو؟ أنا بعيد هون.